سر هذا الكتاب. ليه سنوات المجهود الحربي؟ وقد امتلأت الكتب عن أم كلثوم طولا وعرضا بتفاصيل حياتها، لكن لم يفرد لها أحد هذا الاهتمام. في البداية أنا كلثومي حتى العظام، يعني أنا من محبين أم كلثوم، وبشوف إن هي يعني أهم تجربة غنائية يمكن في كل العرب كلهم، يعني في كل التاريخ الغنائي العرب في مصر كلها، يعني في مصر وبره حتى مصر. وبشوف إنه دايما الكتابات، وهل في حد يعني قرر إنه يقارن أم كلثوم وتجربتها بأي من التجارب العربية الأخرى؟ مفيش، ده محصلش ده بشكل علمي كبير، ولكن هو طبعا بيتحكم فيه احيانا يعني أمزجة وهواء شخصي وايديولوجيات سياسية. الكتاب ده على فكرة يعني بيقول انه زعيمة العرب الحقيقية أم كلثوم ملكة الشرق لا احد اخر، بالزبط يعني بالزبط. موضوع مقضي بيه صحيح، يعني يعني هو يمكن ده الحاجة الوحيدة اللي تأكد ان هي الاهم نموذج نسائي عربي حتى في مش بس حتى غنائيا، لا ده كمان حتى انسانيا بالظبط كده. فده يأكد موضوع ان هي الموحدة الحقيقية للعرب، يعني يعني غنائيا وحتى اتفاقا على هوية مرأة واحدة يعني. صحيح. فكنت وانا عشان كده نفسي ان الناس تقرا الكتاب، الطلبة والشباب بالذات، عشان يعرفوا تاريخهم من خلال امرأة عظيمة، ويشوفوا كمان دور المرأة، لانه الكتاب ده دور المرأة، مش بس دور المرأة واحترام دور المرأة. صحيح مظبوط. ايه ده؟ ايه التقدير ده الى حد التقديس؟ صحيح. لفنانة تجوب العالم كله عشان خاطر بلدها ووطنها وعروبتها، لكن هنوصل للنقط دي. لازلت اسأل المساحة اللي ما تفردتش لها قبل كده المجهود الحربي، وانت كلثومي والهوى والدراسه، ليه قررت الحته دي بالذات؟ لانها مش حته موسيقيه، بالظبط ده حته تاريخية. مظبوط. انا كنت كل يعني الكتب اللي موجوده عن ام كلثوم دايما بلاحظ ان في مناطق في حياتها مش مضاءه بشكل كبير جدا. يعني دايما بنتكلم على الميلاد كان فين، الوفاه سنه كام، الازواج، العلاقات الفنيه، عقد الصنباطي بعبد الوهاب وغيره يعني. لكن في يعني كان عندي دايما رغبة انه حتى الان ما فيش توثيق كامل لحياة ام كلثوم من ناحية الفنية اولا، وما فيش توثيق ليها او تفسير للهالة الرمزية اللي هي اخدها حتى هذه اللحظة. يعني وتتكلم عن فيكتور سحاب والموسوعة دي، يمكن موسوعة السحاب وموسوعة وكتاب صوت مصر اللي هو مفروض عن حاجة امريكاني عن كلثوم، مش حاجة حتى عربية يعني، هم افضل ما كتب عن كلثوم. صوت مصر على فكرة مترجم في المركز القومي للترجمة. بالضبط فعلا. لكن في كمان في انت رجعت لمرجع مهم لغز ام كلثوم استاذ الرياض نقاش، في كتب للدكتوره رتيبه الحفني طبعاً. في كتاب عظيم للدكتوره نعمات احمد فؤاد، في كتاب للاستاذ محمود عوض. لكن كل ده برضه ما جابش مسيره موجود هي مجرد يعني ذكريات وحكايات بتروى عن ام كلثوم من خلال يعني افق معين، من خلال زاويه محدده، وبرضه ما هيش تفسير ولا هي توثيق، يعني هي برضه الكاتب بيخضع ليه ذاكرته ويخضع ليه تفسيره للحظه اللي هو عايشها مع ام كلثوم. يعني كتاب محمود عوض والنقاش الاثنين يعني داخل سياق ذكريات واحداث عاشوها مع ام كلثوم. ما فكش لغز ام كلثوم يعني النقاش بالنسبه لك، او محمود عوض ما قدمش ام كلثوم التي لا يعرفها احد؟ حاول تقدمها في زمنهم، انما اظن حاليا مع الثوره الكبيره في المعلومات ومع الانترنت ومع حتى الكم الهائل من التسجيلات، لازم بقى يعني احنا يعني نبعد تماما عن النظره الاولى خلاص ديت لام كلثوم، ويكون في نظره اكتر معتمده على التوثيق اللي اكبر كمان. بالظبط كده، والتاثير اكتر. فكان جزئية ما بعد النكسة دي بالنسبة لي سر، بقى ما بعده سر، لأنه أم كلثوم تحولت تماما. أم كلثوم ساعتها كانت في 70 تقريبا من عمرها، وكانت مريضة أمراض كتيرة جدا مزمنة أحيانا كمان يعني، وفجأة تحولت لي كتلة نشاط وحيوية وتجوب الكرة الأرضية من مشرقها لمغربها لهدف نبيل وهدف وطني، وهدف اعتقد ان هو نبع من احساسها بالمسؤوليه باللحظه. هي حاولت ان هي تكون على قدر المسؤوليه وعلى قدر اللحظه اللي بتعيشها مصر وكل المنطقه كلها يعني بعد النكسه. ايه اللي حصل؟ عملت ام كلثوم، ام كلثوم قررت انها تعمل حفلات، تخصص هذه الحفلات
دخلها وجورها وتذاكرها وتبرعاتها ايضا لخانة المجهود الحربي للجيش. بعد شوية زودت لي صالح المهجرين بالزبط. من مدن القناة. لكن قبل ما نعمل القراية في الكتاب هرجع الى اخر الكتاب وهو ما بعد 67 شخصيا او اثناءها. يعني حضرتك بيكلمنا في الكتاب عن علاقة حب حقيقية واحترام وتبجيل شديد بين الرئيس عبد الناصر وام كلثوم او العكس، او يعني علاقة ام كلثوم شديدة الحب والاحترام والولاء لجمال عبد الناصر. بتحصل 67 وبتحصل 67 وام كلثوم تذهل من جراء ما حدث. لكن اثناء 67 نفسها تعرضت المجموعة من الاغنيات قررت انها تغنيها بعد خصوصا كمان التنحي وكلها اغاني ما عاشتش كتير. لكن يبدو ان ام كلثوم ما كررتهاش تاني خالص. دي حقيقة. ايه السر؟ ما هذه الاغاني وما السر في ان ام كلثوم يعني ما عادتش مرة اخرى وغنت الاغاني العجائبية بتاعت صالح جودة وزين قباني عن عبد الناصر في الاطار ده؟ لانه المناخ الغنائي كله في مصر اتغير بعد النكسة. يعني اولا فكرة القائد والزعيم الملهم من الاحلام الوردية والانتصارات الرائعة دي كلها خلاص اختفت، لانه البيئة نفسها بتاعت تقبل الزعامة الفردية الملهمة دي كانت يعني تم يعني اغتيالها في النكسة خلاص. فكان هي برضو هي مش عايشة منعزلة عن يمكن الاغاني اللي حضرتك تعرضت لها في اللي عن عبد الناصر كانت في الخمسة أيام الأولى للحرب. بالظبط. كانش حد عارف حاجة لسه. صحيح. فالشاعر فالشاعر مش فاهم مين السبب في الهزيمة ولا كارثة دي وصلت لدرجة إيه. بالظبط. فبيكتب أبو قديمه غنوا وعلوا صوتهم بالغنى. أول ما اكتشفوا إن الكارثة فيها عبادة الفرد ده لم يكرروها مرة أخرى. وده برضو لا يمنع أنها كانت محبة شخصيا لشخص عبد الناصر. يعني طبعا. هي كانت تقدره وتحبه، ولكن المناخ العام ما كانش يسمح إطلاقا بيه تغني للزعيم المنتصر. هو زعيم يعني كان منهزم ويخد معركة استنزاف شرسة بيحاول الصعود. فهنا وجب التحول من الغناء للزعيم لقواعد الثورة اللي بتقود المعركة على الجبهة. يعني هنا لازم كان يحصل التحول في ده. يعني أصبح أنا بندقية هي خير مثال للتحول اللي حصل في غناء أم كلثوم وثوريته. يعني من الغناء للزعيم ونبي الوطن الملهم للبندقية والفدائيين والثوار، ويعني نمط جديد خالص من الغناء الوطني كان موجود عنده.